بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بنبتدي تقدير مقرر الصناعة وتلوث البيئة Industry and Environmental Pollutions، وهذا المقرر سوف يتم عرضه بإذن الله على منصة المقررات المفتوحة جامعة الملك خالد. ويقدم لكم المقرر دكتور أحمد سعيد عبد الحافظ زيدان، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد ورئيس القسم الأسبق بكلية الهندسة جامعة الملك خالد ورئيس وحدة الجودة. يتضمن هذا المقرر أهمية دراسة البيئة والمشاكل البيئية نظرا للاتجاهات الحديثة في معظم الدول حاليا للاهتمام بالبيئة. وسوف يتم في هذا المقرر دراسة كافة أنواع التلوث، تلوث الهواء وتلوث الماء ودراسة النفايات الصلبة. وتتضمن الدراسة في هذا المقرر مصادر التلوث، أثارها السلبية على البيئة، وكيفية التعامل معها وتقليلها والتحكم فيها. وبنهاية هذا المقرر بيكون الطالب بإذن الله قادر على تحديد المشاكل البيئية، حساب نسب التلوث في أي في الهواء أو في الماء، كيفية التعامل مع النفايات الصلبة، وكيفية تدويرها والاستفادة منها اقتصاديا. ونتمنى لكم فهم كامل لهذا الموضوع بإذن الله.